سعداء وقلوبنا تستقبل أبناءنا المتعلمين في بداية عامهم الدراسي الجديد هذا، داعين الله سبحانه وتعالى أن يكون عام تفوق، مثل ما ندعوه سبحانه وتعالى أن يكون عام أمن وأمان على عراقنا العزيز. ندعو أيضا أولياء الأمور ليكونوا معنا في الصميم، مدوا إلينا يدا تمتد إليكم. يد العملية التربوية هي شركة بين ولي الأمر والمعلم، كونوا معنا.